يوما بعد يوم وقرار بعد آخر، يرتفع طموح المرأة ويعلو فيها السمو. فمنذ تاريخ القرار السامي للسماح لها بالقيادة وإلى هذه اللحظة، والقرارات تعزز مكانة المرأة السعودية. ففي تاريخ 30 يوليو من هذا العام جاءت قرارات هامة من مجلس الوزراء السعودي فيما يخص التعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية تحديدا، داعمة للمرأة السعودية. ومنها يسمح لها النظام حصولها على جواز سفر بنفسها أسوة بالرجل، كذلك يحق لها السفر بعد بلوغ 21 عاما، ويحق لها التبليغ عن المولود بصفتها أمه. ومن المنتظر البدء بتطبيق هذه التعديلات بعد صدور اللائحة التنفيذية لذلك، تماشيا مع هذه القرارات التاريخية التي تصب في مصلحة الوطن والرؤية. سيدتي تتمنى للمرأة السعودية مزيدا من العطاء والنماء في المجتمع والأسرة. ابتداء من صدور القرار تم تنفيذ اللائحة التنفيذية في جميع منافذ المملكة ومطاراتها الدولية والمنافذ البرية، بالسماح لمن هم فوق 21 سنة للسفر دون إذن تصريح من ولي الأمر. بالنسبة للفئات المستثناة ممن يشترط أن يتطلب منهم إصدار تصريح من ولي الأمر، أولا المتزوجون لمن هم دون سن 21 سنة، وكذلك المبتعثون للدراسة في الخارج بشرط إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، إضافة إلى الموظفون المشاركون في مهمات رسمية من خارج المملكة، على أن يتطلب ذلك إحضار خطاب من مرجعهم من جهة العمل. كيف يتم استخراج السفر؟ تقوم اولا لنفسها لل 21 واعلى، تقوم اولا بسداد المخالفات المروريه اذا كان هناك، ايضا تقوم بحجز موعد الكتروني من خلال نظام ابشر، تكون الهويه الوطنيه صلاحيتها اكثر من 6 اشهر، بعد ذلك تقوم بمراجعه اخذ موعد ومراجعه الجوازات وبصورتين شخصيه تكون خلفيه الصوره بيضاء، ايضا تقوم بمراجعة إدارة الجوازات لإنهاء إجراءاتها واستلام الجواز السفر. إذا كان السفر للمحظونين يجب أن يكون لديهم خصائص حيوية مسجلة في النظام، أن يكون المحظون تابع أو موجود في سجل الأسرة سواء للأم أو للأب. أيضا تقوم بعد ذلك بحجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات بصك من الأصل صك الحضانة، وبعد ذلك يتم إنهاء إجراءات إصدار جواز أو تجديد أو تصريح السفر. نتمنى من جميع الأخوان والأخوات المواطنين والمواطنات التقيد بصلاحية السفر، حيث أنه صلاحية السفر لدول الخليج تكون 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر للدول الأخرى، ولا يمكن مغادرة أي مواطن أو مواطنة من خلال منافذ المديرية العامة للجوازات بصلاحية جواز أقل من هذه المدة. والمديرية العامة للجوازات سهلت جميع الإجراءات التي تمكن المواطن أو المواطنة السعودية من إنهاء إجراءاته من خلال خدمات أبشر الإلكترونية، بإمكانهم الدخول إلى حساباتهم الشخصية وإنهاء إجراءات متعلقات السفر بحيث يكون وصولهم إلى هناك بشكل نظامي. عند الوصول إلى الدولة المحددة يجب عليهم التواصل مع سفارة خادم الحرمين الشريفين أو ممثليات خادم الحرمين في هذه الدول وتسجيل بياناتهم أو من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني والتواصل معهم وإبلاغهم بوصولهم إلى أرض الدولة. أنا مواطنة سعودية عمري ما فوق 21 سنة، اليوم أنهيت إجراء السفر بكل يسر وسهولة بدون تصريح، وصراحة أشكر خادم الحرمين الشريفين أعطانا هذه الثقة والسمح لي بالسفر خارج المملكة بدون رجوع للولي الأمر، وأعطانا استقلالية وإحنا إن شاء الله قد هذه الثقة. كان في السابق أول إنه لما أجي أسافر أنا كنت أتعقد في هذه الناحية إنه يكون لازم تصريح ولي الأمر، ويكون مثلا ولي الأمر متوفي، يكون الأخ الأكبر، وأكون لازم أروح الجوازات الرياض نفسه يكون معي الأخ. فالحين صراحة كان مرة في أسهل منها على طول، ما يحتاج ولي الأمر ولا شيء، عن طريق أبشر أو أني أروح جوازات الرياض أنا أستخرج هذا الشيء. سيدتي تتمنى للمرأة السعودية مزيدا من العطاء والنماء في المجتمع والأسرة.